التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في إطار مشاركته في أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 المنعقدة بالرياض. التقى بفخامة الرئيس علي بونغو أوندينامبا رئيس جمهورية الغابون، وتبادل سموه بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة مع فخامة رئيس الغابون وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لا سيما الاقتصاد والاستثمار، خاصة في القطاعات الحيوية كالثروة الزراعية وغيرها من أوجه الفرص المتاحة. كما جرى تبادل الأحاديث الثنائية حول العلاقات بين البلدين الصديقين وأهم القضايا المدرجة التي تطرحها مبادرة مستقبل الاستثمار.